مكفين أنا وزينب بآخر فقرة ومميزة فقرتنا، وكلها فن، كلها ذوق وكلها إبداع. معك زينب أكيد محطتنا الأخيرة مثل ما قلتي مساحة من الفن والإبداع والجمال أيضا ضمن معرض ذاكرة من الألف إلى النون لإقامة أكيد أيام الثقافة السورية وباحتضان من جاليري ألف نون بأعمال تعود لرواد تشكيليين بالزمن الماضي والمعاصر وتحقق كل واحدة منا إبهار دهشة للزائر. أكثر لنحكي هن عن تفاصيل المعرض رح نستضيف مدير أصالة ألف نون الفنان التشكيلي بديع جحجاح. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا صباح النور، كيف الأحوال؟ تمام نالك. الله يسلمك. يا هلا، صباحك خير واهلا وسهلا فيك. يعني دائما نحن متعودين على المعارض المميزه، متعودين على الفن الراقي، خلينا نقول مو الفن اللي دائما نحن بنشوفه كله راقي، ولكن في شغلات بحسها متكرره، يعني ما بنحس هيك في شغلات مميزه. نحكي على هذا المعرض. على العموم صباح الخير للجميع وصباح الحبق للمستمعين كلياتهم. خلينا نقول انه ذاكره من الالف الى النون هي عباره عن موسم ثقافي اليوم بتعمله وزاره الثقافه، ونحن من جهتنا عم نقدم مثل ما تقولي خلطه، يعني هيدي عباره عن كيمياء معينه لها علاقه برواد اسسوا للفن التشكيلي. خلينا نقول هيدي الذاكره المتقده دائما، وشباب آخرين أو فنانين في عندهم خطوط إبداعية اليوم نحن نتوسم فيهم أنهم يخلقوا منتج فني على المستوى العالمي، وعلى أنه ينقل مثل ما تفضلتي الفن لضفة تانية أكثر اتزان وأكثر فاعلية بالمجتمع. فهذا النسيج اللي نحن عملناه بألف نون، وحطينا اسم المعرض هو من الألف الى النون. يعني ليش؟ يعني خلينا نقول الالف هو بدايه الابجديه، لكن النون عم نقول انه هي عمليا القوس الذي يحتوي بذره مقدسه. حلو. فانت هذا الاحتواء لهذه البذور هو احد المؤشرات اللي احيانا الف نون بتتبناها من خلال الافكار، من خلال الاشخاص المميزين اللي عندهم مشاريع إلى علاقة بالفن والجمال. نعم. يعني أستاذ بديع، مبارح يمكن كان لنا حظ وزرنا كمان الجاليري، لقينا في تقريبا أكثر من 40 عمل موجودة لفنانين آخرين، خلينا نقول غير صحيح. الأعمال الموجودة لإلك. كنت مبارح عم اقول لك انه كثير قليل نلاقي فنان مثلا عنده جامع اعمال فنانين اخرين، كان عندك وجهه نظر معينه فيها. اليوم بدي اعرف منك، هل واجهتكم شويه عراقيل بهذا المشروع، وخاصه انه كان في تنظيم، يعني في سكشنات خاصه لكل لوحات معينه عم تحكي عن شيء معين روحاني متعلق بالفن، فخبرنا كيف هيك تم المشروع واكتمل يعني على اكمل وجه. يعني انت دائما، لكن احنا دائما بنحاول انه نقدم المختلف بشكل او باخر. انا كبديع او كالف نون، نحن الزملاء الفنانين بكل مشاربهم يعني هن اصدقاء واخوه، وانا دائما بقول دائما انه اللي بيشتغلوا في الخط الجمالي او الخط الانساني او العلوم الانسانيه المفروض هن يصدروا رسائل نبيله على هذا المستوى، بفهم المجتمع وبفهموا هن ذات نفسهم. فلذلك نحن بنقول نحن بنكمل بعض دائما. الفنان ما في هيدي مثل عداوة الكار وهيدي المنطق السوقي اللي ممكن انت تسمعيه باماكن صحيح. بعيدا عن البيئات الفنية، واللي انا بطمح لها انه نحن بنكبر ببعض بالمحصلة. يعني انا اليوم بقدر بحكي عن زملائي الفنانين، عن عمله، عن التكنيك، عن الطريقة، عن الهدف، عن الحال. هذا نوع من هذا احنا بحاجته اليوم جدا بسوريا اصلا خلال الحرب، ومنصدر من خلاله رساله انه الفن هو بطاقه نبيله نسمو جميعا من خلالها. صحيح. اذا كان الفنان اليوم مبدع بمنتجه الفني وبسلوكه الحياتي مقصر، انا برايي هو لم يختزن طاقه الفن وما اثرت عليه. صحيح. وهذا ينطبق على كل المفردات، على كل المهن، على كل الاشياء المحيطه فينا، الاعلامي والصحافي والكاتب والروائي والفنان والنحات، كل هدول هن اشخاص المفروض ياثروا ايجابا في محيطهم. وانا بقول دائما الاخلاق والسلوك قبل المنتج. صحيح.
نعم، يمكن كانت لفتة كريمة من السيدة وزيرة الثقافة لبانة مشوح، وعبرت كانت عن مشاعرها الحقيقية بأنه هو من أجمل المعارض اللي هي زارتها أو شافتها، يعني بدون تمييز، ولكن هي أحياناً عن جد الشيء المميز ما بيخبي نفسه. أستاذ بديع، فخلينا نحكي أيضاً عن الإقبال، كيف كمان الزوار كيف كان انطباعهم؟ إحنا تشرفنا حقيقة بزيارة وزيرتنا، حتى بكل الضيوف اللي اجوا، هن دائما رواد لألف نون، حتى الاعلاميين والصحفيين اللي هن دائما بينقلوا هذه الصوره النبيله. السيده الوزيره بتوقع هي انتبهت او لامست هذا الروحين، روح الرواد اللي هن غادرونا باجسادهم، وبقت اعمالهم الفنيه مؤشرات روحيه تنبض بالجمال وبتأسس لطرق فهم، وما بين الجيل المختلف المتنوع ما بين النحت واللوحة التشكيلية، كيف قدرت هي تشعر أو تستشعر هذا الجمال؟ لأنه عادة مثل ما قلتي أنت، أحيانا مفروض نحن على معارض منحس أنه هي إلى نفس الثيماتيك، نفس الميزان، نفس الموسيقى، نفس المحددات، فأحيانا ما بتستقبلي الطرب نفسه. فدائما الجمال هو عبارة عن سرور، حالة سرور تنبعث من المنتج للشخص اللي عم يبصر هذه الأشياء. فربما يعني هو هي الأقدر والأقرب للقلب. الدكتورة منذ جهلة تحية وصباح الخير، دكتورتنا اللطيفة جدا دكتورة لبانة مشوح. نعم، يعني كان في عندك مشاركات عديدة، خلينا نقول آخرة بإكسبو بدبي، خبرنا كمان عن هي التجربة، خاصة أنه هي تجربة حالية لهلأ مقامة يعني. أوكي. اكسبو 2020 انت بتعرفي في له كثير انشطه مختلفه حتى خارج حدود اكسبو. انا يعني توجهت لي دعوه من خلال منظمين ارتيسيما، هدول منظمين طليان، وكان عندي نحن علاقه معهم، بيقتنوا هن جزء كبير من اعمالي انا إلى علاقه بالدراويش، ومتابعين التجربه، وانتقوني انا من سوريا حتى اكون انا ضمن المجموعه الفنيه العالميه هي اللي كانت. وقدمت انا شو وقتها وعرضت فيه تحولات نقطة، وكنت عم بحكي على مثلث الطاقة اللي نحن قادرين من خلال ثلاث مفردات، أولها إلى علاقة بالتعلق، ثم الانعتاق، ثم التخلي. كيف أنت قادر ضمن هذا المثلث الوعي مع حركة الدرويش الدائرية، إذا أنت بمركز هذه الدائرة رح تنتبه أنه كل نقطة على هذا المحيط هي تجربة نوعية لحياتك، لكن المهم والغاية أنه هي ترتقي فيك كإنسان. صحيح، يعني فينا نعتبر المعرض كغاية المعرض هي يكون متحف صغير، خلينا نقول أجمل تسمية، اللي هو فعلا متحف صغير تماماً. حقيقة خلينا نحكي عن هذا المتحف، يعني كيف فينا نجعله متحف الاقتناء؟ دايما المتحف هو بيضم أو بيقتني الشغلات اللي هي مانا ومطروقة، هي الشغلات المميزة اللي كل حدا بيجي بيشوفه بيقول عن جد هاي تستاهل تكون بهذا المتحف. هلأ إحنا دائما شوفي بنصطدم بذائقات مختلفة بتزورنا، هذا إيه يعني هذا كتير. نحن بنحاول نطور مع مجتمعنا ومع الناس اللي هن بيرتادوا صالات الفن أو اللي بيحبوا الفن أو بيقتنوا فن. نحن علينا أنه دائما طالما مختصين أنه نقدم المنتج الفني هذا ضمن الذوق اللي إحنا منحب نوجهه للمتفرجين، خليني نسميه ألف نون. اعتادت دائما من خلال مشروعين أن ألوان وأفكار اللي نحن من خلاله نخلي ناتج الفن مالياً أنه يستفيدوا منه المجتمع، وعندنا شراكة مع وزارة التربية على مستوى كل سوريا، كل الطلاب والتلاميذ اللي بيقدموا لوحة عملياً ضمن لجنة التحكيم بياخد قيمة مالية وشهادة وبيزل اسمه ومدرسته بكتيب. فكان كتيبنا ب 2017 يعني سماكته شي 70 صفحة، اليوم سماكته 400 صفحة. فلذلك نحن نقول تواتر فعل الدرويش اللي بياخد وبيعطي هو عملياً الدرويش هو حامل لوعيك أنت خلال الحرب، فأكيد بدك تسقط هذه النظرية على مجتمعك. هذه هي الشراكة اللي احنا بنفضل انه الميوزيوم المتحف تبعنا هذا الصغير بيكبر مع الناس، ما شرط تكون مساحاته هاي اللي ما حدا بيفوت عليه. نحن اليوم كل المؤشرات في الوعي اليوم ارتداد المجتمعي هو اللي بيعني ألف نون. حقيقة وفي عنا تيار تاني اسمه حبق،
تيار حبق هو حالة حبق. نحن اليوم كمان بنشتري من فنانين ما بيقدروا يبيعوا لوحاتهم برا أو هون، أو في عندهم مشاكل مالية، بنقسم رغيفنا معهم بالمقدار اللي احنا قادرين نقتني فيه. حلو حلو. يعني هيدي الأشياء دائما العالم المعنوي بيعطيكي السعادة والعالم المادي بيعطيكي متعة مؤقتة، فنحن هذا التمازج ما بين هذه المتعة الآنية والتمهيد لسعادة مستدامة بنحاول نشتغله. نعم، يعني هلا في جاي ايام ما يمكن مهرجان التشكيل السوري، خلينا نقول برعايه وزاره الثقافه. صحيح. في عندك مشاركه خاصه أكيد. او حتى بالمعرض كل الجاليريات جاليري. المفروض هي تقدم مشاريع خاصه. انا موعد مع ايام ثقافيه 15 الشهر القادم، بتوقع حنقدم مشروعنا مع معرض للدكتور طلال معلا اسمه عروس ومأدبه. فراح يكون كمان بألف نون، وهو على ضمن هذه التظاهرة الثقافية بالبلد. إن شاء الله يكون ختام مسك لهيدي السنة. يعني مثل ما بنعرف هيدي السنة كانت زاخمة بالنشاطات الفنية، ما توقفت أكيد أبدا. بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نتشكرك، نورت صباحنا لليوم. كلك لطف. وأهلا وسهلا. الله يسلمك ويحفظك يا رب. ممنون كثير وشكرا للجميع. شكرا لوجودك معنا. ودائما الجميل يمكن مع الفنان بديع جحجاح انه الفن زائد الروحانيات هو بيميز الفن التشكيلي كله، لانه بالنهايه رساله الفن رساله فلسفيه، ما فينا شئنا او ابينا، فكتير حلو تربط مع روحانيات وايجابيه وطاقه ايجابيه وخاصه بهالظروف هاي. شكرا كثير لك. ان شاء الله هيك بنتمنى انه عجله الاقتصاد تدور ببلادنا وشعبنا يرتاح ورئيسنا يرتاح وكل هالناس هيك تقدر بقى ترجع تنتج. آمين. من اول وجديد. ان شاء الله. امين. شكرا لك. يا اهلا وسهلا.